السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم كيفية استخدام الوضع الخفي على المتصفحات المختلفة الموجودة على الموبايل. هنشرح على المتصفح الأساسي اللي بيجي مع الموبايل، وهنشرح متصفح جوجل كروم، ومتصفح مايكروسوفت إيدج، ومتصفح الفايرفوكس. تعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. هنفتح الموبايل بتاعنا وهنختار المتصفح الافتراضي، وفي الغالب الايقونة بتاعته تبقى على شكل كرة ارضية. ومن الثلاث نقط اللي جنب بعض هنفعل التصفح الخفي، وبعد كده هندوس على علامة زائد علشان نفتح نافذة جديدة في التصفح الخفي. ومن شريط العنوان هنكتب الموقع اللي احنا عايزين نفتحه، وليكن فيسبوك. هتلاحظ ان على الكيبورد علامة الوضع الخفي، وهندخل اليوزر والباسورد بتوعنا علشان نفتح الفيسبوك في الوضع الخفي. ده بالنسبة للمتصفح الافتراضي اللي بيجي مع الموبايل. طيب، بالنسبة لمتصفح جوجل كروم، من خلال برضو الثلاث نقط اللي فوق بعض اللي موجودين في أعلى الصفحة بنختار علامة تبويب جديدة. طبعا التصفح الخفي بيمنع ان الشاشة بتاعته تتلقط على الموبايل في متصفح جوجل كروم. اما بالنسبة لمتصفح مايكروسوفت ايدج، من خلال المربع اللي مكتوب فيه جواه واحد دوت هندوس عليه وهنختار in private، وبرضه هو بيحمي ان الشاشة بتاعت الموبايل تتلقط. هيفتح لك المتصفح وهتكتب الموقع اللي انت عايز تفتحه في الوضع الخفي، وليكن فيسبوك. آخر متصفح معانا وهو الفايرفوكس، من خلال برضو المربع اللي مكتوب جواه رقم واحد هندوس عليه وهنختار شكل النظارة اللي موجود دوت. برضو بيحمي ان الشاشة تتلقط. هيفتح لنا صفحة الوضع الخفي وهنكتب الموقع اللي احنا عايزين نفتحه. طبعا الشاشة عندك هتكون عرضة، الوضع دوت بيكون حامي ان الشاشة تتلقط. وبكده نكون انتهينا من الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.